خليكم احنا بنتكلم في ايه؟ في تاني يوم فوجئ ان مراته معاها الحزام الاسود في الكاراتيه. مش بنتجوز بنت؟ الرقه والحنان ده كان زمان. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه سامع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. ما فيش شك ان اي عريس وعروسه بعد الزفاف مباشره ودخولهم لعش الزوجيه كل واحد عايز يفرض ارادته وشخصيته على التاني. الزوج عايز يبين لها من اول يوم ان الكلمه كلمته، والزوجه عايزه او العروسه عايزه تبين لعريسها من اول يوم ان ليها شخصيه وليها كيانها ومن حقها تبدي وجهه نظرها في اي موضوع يتعلق بحياتهم جوه عش الزوجيه. فالموضوع اصبح دلوقتي بين كل اتنين فرض قوه، مين يقدر ينتصر على التاني، مين شخصيته تقدر تتحكم في شخصيه التاني. بقينا في حلبه مصارعه. ليه؟ لان الام ما علمتش بنتها ان الراجل هو ملك البيت، هو ملك الغابه، هو الاسد، هو اللي الكلمه كلمته والشرى شرته، وفي الاخر هو اللي المفروض بيسيطر ويهيمن على كل امور الحياه الزوجيه. بالعكس، ده الام بتقول لبنتها ايه؟ اوعى تسكتي له، انت وراكي اهل، وربنا يخلي لك ابوك واخواتك يسدوا عين الشمس، لو قال لك كلمه قولوا له 10 وتعالي وهاتي هدومك واحنا نجيب لك حقك. ده احنا واخدين قايمه وواخدين عليه مؤخر وواخدين عليه متعه وواخدين، ده احنا نسجن. طب البنت لما تلاقي امها بتقول لها كده، ده تروح حط رجلي على رجلي وتقول لي جوزي روح هات لي كوبايه ميه. ما امها قايله لها انت وراك عيله وربنا يخلي لك ابوكي وربنا يخلي لك اخواتك، ده احنا نجيب ونفرم. هو ناس انه مضى على قايمه قد ايه؟ اوعى تسكتيه من اول يوم، لو قال لك كلمه اديله 10، لازم تحطيه في مكانته، اصل الرجاله دول لو سكت لهم هيفردوا، لازم يعرف انت ليكي شخصيه. ايه يا جماعه؟ بدل ما تعلم بنتها اكسبي جوزك بابتسامه، اوعى تزعليه، اسمع كلامه، لو ملكتيه انت هيطوعك في كل حاجه، بحبك بحنانك باحترامك، تحافظي على عرضك على شرفك. اوعى. الست العربية من 100,000 سنة قالتها لبنتها، ما يشوفش مني غير كل حاجة ترضيك، وما يشمش مني غير كله طيب، واوعى تأخر في الغداء عليه، واوعى تأخر مش الست اللي هي الجاهلة بتاع زمان، اللي هي دلوقتي أحسن من اللي معاها دكتوراه من بناتنا دلوقتي. إيه اللي حصل؟ تعال نشوف العريس والعروسة. دخلوا، ده أمه قايلة له اذبح لها القطة، ودي أمها قايلة لها اوعى تسكتي له، لو ركبت من اول يوم هيفضل طول عمره مش هتعرف تكلميه. وهي هنا امه بتقول للعريس اوعى، لازم من اول يوم تبين لها العين الحمراء. لكن تعال شوف بقى للاسف ايه اللي حصل. العريس خد عروسته من حفله الزفاف على شقه الزوجيه، وشيء طبيعي اي اتنين زوجين بحلال ربنا لبوا نداء الجسد زي ما بنقول، واصبح هما الاثنين كيان واحد جميل. صحي الصبح، لازم برضو كلام امه ما زلنا على الودان امر من السحر، ومحضر الفطار. هي طبعا متعوده عليه عروسه مستنيه ان عريسها يدخل المطبخ يصحيها على السرير ويجيب لها الفطار، فقالت له حاضر. قامت جهزت الفطار وحطه على السفره، مش عاجبها الكلام، ما مش عايزه اتعوده، هو هاي هو متجوزني خدامه يعني ما يقوم يفطر نفسه، ما كلام امها برضه في دماغها. فطروا وقعد، وبعدين قال لها الناس هيجي دختي يباركوا، جهز الغدا عشان الغدا عندي الساعه 3، وتعود على كده 3 بالظبط الغدا يجهز. فراحت بصت له قالت له بتعمل كده ليه؟ قال لها بعمل ايه؟ ما هو كل واحد بقى عايز يثبت شخصيته. قالت له ايه التحكمات دي؟ قال لها تحكمات ايه؟ قالت له انا خليني تاخرت في الاكل شويه، انا لسه عروسه والاكل ما في التلاجة. قال لها يعني ايه عروسة؟ انت بقيت زوجة دلوقتي، تشوفي انا عايز ايه وكل طلباتي تستجاب. قالت له ليه يعني؟ ليه يعني؟ ما احنا اهو نقف مع بعضنا نجهز الاكل مع بعضنا ونشرب مع بعضنا وكل حاجة. قال لها انت عايز تدخل المطبخ؟ قالت له انت عايز رجلك تكش الحنة؟ ما امها قالت لها اوعى تسكتي. فالزوج قايم عشان يضرب عروسته، ما عايز يبين لها اذبح القطة، عايز يبين لها العين الحمراء. هو راجل بيقول لو الاكل ما جاش الساعه 3 الجاه جاهز وانا بتفرج على التلفزيون اهو. خليكم احنا بنتكلم في ايه؟ في تاني يوم في الصباحيه.
الليله كانت دخلتهم والنهارده صباحيتهم، يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اجعلها جوازة خير يا رب. لسه احنا لسه ما اتجوزناش. قال لها لو الساعه 3 جات والاكل مش جاهز انا هضربك. قالت له تضربني؟ انت اتجننت؟ قال لها اتجننت لما انت قللت الادب صح. قالت له انا قللت الادب؟ وفوجئ بيها بحركه لا اراديه يلقى جزمتها في وشه، وهوب ضربته علقه محترمه. استنجد باهله، اتصل باهلها، فوجئ ان مراته معاها الحزام الاسود في الكاراتيه. ما كانش يعرف ان مراته معاها الحزام الاسود في الكاراتيه. تعال نشوف بقى اللي حصل، وتعال نشوف وصلت الامور قد ليه، عشان تعرفوا ان احنا الحياه الزوجيه بقت حلبه مصارعه. ده البنات بيتعلموا كاراتيه دلوقتي مش عشان خناقات الشوارع، عشان جوزها. احنا بنتجوز بروسلي، بنتجوز بندام، مش بنتجوز بنت الرقه والحنان. ده كان زمان. تعال نشوف بس بعد ما ادعوكم الاول للاشتراك في قناه ساعه مع حنف وتفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ذات الحلقه. اتصل العريس باهله، جه بسرعه، امه اول ما شافت ابنها مرمي على الارض، ضربتك يا منيل، ضربتني يا امي. جابوا اهلي وقعدوا العيلتين، ايه اللي حصل؟ حكت البيت طبعا كل طرف منحاز للطرف الثاني. ام الزوج، انت ضربت ابني؟ راحت ام البنت قالت لها بنتي معاها الحزام الاسود. حزام الاسود في الكاراتيه؟ انت بتضرب جوزك يا حبيبتي؟ قالت ما كان جاي يضربني. فالزوج طبعا متبهدل خالص، قال لها كل ده عشان قلت طبعا اسنانه واجعه وحالته بؤس، كل ده عشان بقول لها بيعيط في حضن امه عشان بقول لها الاكل الساعه 3. العيلتين طبعا في اثناء القعده قاموا ضربوا ببعض، الدنيا اتخربت، الشرطه جت. خلي بالكم عشان تعرفوا الخلافات دي، عشان واحد بيقول لك مصر، القضيه دي مش في مصر اصلا. العلاقات الزوجيه المتوتره ما بقتش مقصره على مصر ولا على، ده بقت على مستوى العالم العربي. الجريمه دي حصلت في المملكه الاردنيه، في الاردن، في في العاصمه عمان. العيلتين ضربوا ببعض، وجات الشرطه، قبضوا على 5 من اهل العروسه و7 من اهل العريس. ده الكلام ده امتى؟ تاني يوم في الجواز. العريس مضروب متكسر، والعروسة حاصلة على الحزام الأسود مجرد ما دخل المستشفى وعمل التقارير الطبية، راح مطلقها وقال يا جماعة اتجوز واحدة حاصلة على الحزام الأسود في الكاراتيه. هو أنا مجنون اتجوز واحدة تهددني بحركات قتالية؟ طب ده اسمه جواز يا جماعة؟ تخيلوا العيلتين يقعوا ببعض، امتى احنا بنتكلم على امتى؟ ده ما رمعنوش باللغه الدارجه، ده تاني يوم في الجواز. الاردن دوله جميله جدا، دوله احنا بنعتبرها زي مصر، دوله شقيقه جدا، وملكها بنحبه جدا وبنقدره من ايام الملك حسين رحمه الله عليه، لكن الخلافات الزوجيه ما بقتش قصر على دوله بعينها. جبنا من سوريا وجبنا من لبنان وجبنا من العراق وجبنا من مصر، والنهارده الاردن. يا جماعة لازم كل أم تفهم بنتها يعني إيه جواز، حتى لو بنتها حاصلة على الحزام الأسود تقول لها أنت قدام جوزك المفروض تكوني قطة، قطة جميلة سيامي تتمسح فيه، تستغل أنوثتها مش قوتها وجبروتها وكاراتيهها. هي مش داخلة تحرر فلسطين، ده داخلة تكون عش الزوجية، داخلة تكون بيت جميل وأطفال. مش كل واحد يستعرض قوته، ولازم كل شاب يبقى عارف برضو ان الحياه الزوجيه حياه تعاون. ما يجراش حاجه لما تساعد زوجتك في كل حاجه، ما هي تعبانه وشقيانه ببيتك. لكن حته فرض الامر الواقع وكل واحد عايز يفرض شخصيته من اول يوم ماشي، بس لازم تبقى العروسه او الزوجه فاهمه ان الكلمه الاولى والاخيره المفروض تكون للزوج. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.